سورية حكمت روما وأثرت بالحضارة الرومانية علماً وأدباً وفنوناً عسكرية. هي وجه يأخذنا إلى نساء سوريات وعربيات عبرنا عن انتمائهن للوطن عبر العصور. جوليا دومينا، قصة العرض المسرحي الجديد لفرقة إنانا. ذكرت في جريدة إماراتية بأن هذا العرض هو العرض الأول الذي يتحقق فيه مفهوم المسرح الراقص. ما هو مفهوم المسرح الراقص وكيف تحقق في هذا العرض؟ نحن بنعرف أنه لغة الجسد هي لغة عالمية، والمسرح الراقص أداته الأساسية هي لغة الجسد. بس أنت بدك تطلع على العالم، بدك تطلع على العالم بجميع، يعني بدك تفوت على كل الفنون. بالمسرح الراقص ما بتقدر تفوت على محل على حركة وبتقدر تقول انه هذا عمل راقص او مسرح راقص، لانه الدراما هي الحياه. والدراما لما بدك تقدم دراما يعني فيها الكبير وفيها الصغير، فيها المناخ من حيث الديكور، من حيث الموسيقى، من حيث الازياء. فهذا مسرح شامل لانه مسرح راقص. لما بدك تقدم ستايل راقص مودرن او جاز او كلاسيك، هذا بصفي فرقه راقصه عم تقدم نوع معين من الرقص. إنانا المسرح الراقص، إنانا عم تقدم مسرح يعني دراما، يعني بدك تفوت على مناخات، وهي المناخات اللي بتتحقق بدك تفوت ليكون في امكانيات مهمه. نحن الحقيقه بجوليا دومينا تحققت هاي الامكانيات. هلا مو هالامكانيات اللي كثير كبيره او مطمح لها، بس بالنسبه للموجود هو كثير مهم بالنسبه للوطن العربي، انه نحن قدرنا نحقق ديكور مهم بنحته برسمه، قدرنا نحقق كثير اشياء من ازياء من موسيقى. مسرح شامل، انت كل دقيقه بتمرق بتشوف اكثر من نوع فن بمسرح إنانا. ما بتقتصر الاشياء بس على حركه راقصه او على دلاله او على ايحاء، لا، في لون، في تركيبه لون بالديكور، في بالاكسسوار، في ابتكار بالازياء، في ابتكار بالموسيقى، في ابتكار بالغناء، في ضغط يومي وتمرين يومي، في ابتكار بوجهه نظر الفرقه او بهاجس الفرقه ليقدموا حالهم كراقصين او كمسرح راقص بالعالم. تتعامل اليوم مع كادر تأليفي جديد في هذه المسرحية. ما ضرورة وجود كادر عمل متجانس في الأعمال التي تحوي على عدد كبير من العاملين؟ يعني هاي الصعوبة بإنانا، وعشان هيك إنانا، يعني إنانا هلأ 100 فنان وفنانة، 60 راقص وراقصة، ما موجود بالوطن العربي هذا العدد وهذا النوع من الراقصين. بإنانا أكثر من 20 نحات ورسام اشتغلوا الديكور على مدار شهرين. بإنانا أكثر من 20 عامل اشتغلوا الأزياء. على صعيد الفكرة أو على صعيد نحن، الفكرة هو تاريخنا، جوليا دومينا تاريخنا. يعني الفكرة موجودة والأسطورة موجودة، بس ألف أشعارها الدكتور محمود عبد الكريم، عمل موسيقتها ودائما بيعمل موسيقى لأنها من هواجس الشام لأبناء الشام، جوليا دومينا الفنان المبدع محمد هباش. طبعا في البدء كانت الكلمة، ومن ثم صار في الإيقاع والموسيقى، ومن بعد حركة. بالمسرح الراقص اجتمعت هاي الأشياء لتعمل إشي اسمه المسرح الراقص الموسيقي. طبعا الموسيقى جزء لا يتجزأ من المسرح الراقص، لأنه الحركة تعتمد على الموسيقى. في عملنا نحن بإنانا يجب أن يكون الموسيقي له خيال راقص، يعني وأنا عم بكتب الموسيقى يجب أن يكون الموسيقي متخيل الحركة، فممكن يكون نص راقص نص موسيقي ونص شاعر. وكان معنا ضيف وعزيز الدكتور جواد الأسدي مشرف الدرامي، ومعنا طبعا سحاب الراهب واللي نحن معاها وهي معنا. كان من المفترض أسأل هذا السؤال سحاب راهب مصممة الأزياء
لكن للأسف هي مسافرة، فبدي أسألك يا بالنيابة عنها، إلى أي مدى يمكن أن يحقق مصمم الأزياء التوافق بين نقل تعقيد اللباس التاريخي ووضعه على جسد الراقص؟ يعني هيدي هو سؤال لازم تجاب عليه سحاب، بس ما تزعل مني، لأنه صار في نحن صرنا 4 سنين مع بعض بنشتغل، وصار في توافق بالأفكار. أظن سحاب الراهب فهمت الراقصين أو راقصين إنانا، فهمت سرعة تغييرهم. وسحاب الراهب من زمن، يعني من قبل ما يكون في إنانا، في سحاب الراهب تعمل أعمال درامية وأعمال تاريخية، وهي أول من عملت فانتازيا بأعمال مثل الجوارح ومثل غضب الصحراء أو البركان عفوا. في أعمال كثيرة هي اللي أخذت من التاريخ وقربته للعصر وقربته من روح العصر وقدرنا نتقبله. بإنانا كمان سحاب الراهب فهمت الراقص، هذا أهم شيء، لأن الراقص له ماش معين، له تغيير سريع معين. فهمت الراقص وأردي هي عندها يعني عمق بالدراما إن كانت التلفزيونية أو المسرحية، وقدرت توفق بحيث أنه تبتكر لون وشكل جديد بفيد إنانا وبفيد المشاهد. جوليا دومينا وعابرون في كلام عابر لمحمود درويش، ما هو التقاطع بين هاتين القصيدتين؟ اليوم كنت عم بحكي على الأردن وقالوا لي في بوابة باسم جوليا دومينا. جوليا دومينا الإمرأة السورية اللي حكمت روما قبل 2000 سنة، بالوقت اللي كانت روما حاكمة العالم، نقلت لروما الحضارة، نقلت لروما بابنيان الحقوقي، نقلت لروما الإنسان. نحن ما منقول إلا مثل ما قال محمود درويش: أيها المارون خذوا حصتكم من هنا وانصرفوا. فرقة إنانا ذات الأداء الإيقاعي بالجسد والإيماء، تلمح دائما في عروضها بالقضايا الكبرى، ابتداء من هواجس الشام 880 وصولا إلى أبناء الشمس، واليوم عرس جوليا دومينا في ثالث العروض التي تنبئ للفرقة بمستقبل أكثر إشراقا. أمجد طعمة، برنامج هذا الصباح.